السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث نخصصها لمناقشه الاوضاع في المحافظات الجنوبيه والشرقيه، وذلك بعد سيطره ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومه من الامارات. شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت احتجاجات غاضبة جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وقال سكان محليون إن محتجين غاضبين قطعوا شوارع رئيسية في الأحياء الحيوية بالمكلا وأضرموا النيران في إطارات السيارات، كما نصبوا الحواجز وسط المدينة ومنعوا حركة السير. ويطالب المحتجون السلطة المحلية بتحسين خدمات المياه والكهرباء والتخفيف من معاناتهم. محافظات عدن وأبين هي الأخرى تشهد ترديا واضحا في الخدمات العامة، إضافة إلى انعدام الأمن جراء سيطرة ميليشيا الانتقالي. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: من المسؤول عن تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية، وكيف يمكن إعادة الأمن والخدمات لتلك المحافظات؟ قبل البدء بالنقاش نشاهد سويا هذا التقرير. انتهى الاستقرار الهش الذي كانت الحكومة قد حققته في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية، وتحولت مدينة عدن إلى مدينة مظلمة محكومة بالقمع والتصفية بالهوية، ذلك ما جاء به انقلاب ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. حوادث القتل والتصفية ومهاجمة منازل المناوئين باتت هي الأخبار الرائجة في العاصمة المؤقتة، وآخر ما استجد هناك هجوم لمسلحين من عناصر الحزام الأمني على منزل القيادي في المقاومة الجنوبية محمد البوكري. مصادر محلية قالت إن ميليشيا الحزام الأمني هاجمت منزل البوكري في دار سعد، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد حراسته، مشيرة إلى إصابة طفلة ووالدها خلال الاشتباكات بالقرب من المنزل. أبين هي الأخرى أضحت واجهة للموت الذي يتجول في الشوارع بحثا عن معارضين لانقلاب الحزام الأمني. أما في حضرموت فقد ضاق الناس ذرعا بما آلت إليه الأوضاع في المحافظة، حيث شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت احتجاجات غاضبة جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وقال سكان محليون إن محتجين غاضبين قطعوا شوارع رئيسة في الأحياء الحيوية بالمكلا وأضرموا النيران في إطارات السيارات، كما نصبوا الحواجز في وسط المدينة ومنعوا حركة السير. ويطالب المحتجون السلطة المحلية بتحسين تقديم خدمات المياه والكهرباء والتخفيف من معاناتهم. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفتنا من العاصمة المؤقتة عدن الناشطة وسام الصالحي. سيدة وسام مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيدة وسام، يعني لو تضعين في صورة عامة للوضع الخدمي وأيضا الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. أهلا وسهلا. طبعا بالبدء دعوني أمهش الأمر وأثبت حقيقة وأسجلها في الرأي العام الداخلي والخارجي، بحكم أني من أبناء عدن وناشطة وكاتبة ومساعدة عن العدن الجنوبي بشكل كبير. أولا، عدن وأهلها مؤكد وأبنائها رافض تماما للانقلاب الميليشياوي الانتقالي المدعوم إماراتيا ومنزعجين من الميليشيات، والدليل رآه العالم أجمع صورة وصورة يوم الأربعاء قبل ضربة طيران الإمارات القادرة ضد الجيش الوطني قبلها بيوم واحد، رأى العالم كيف سقطت عدن من الداخل يد الدولة بدون قتال، بل على يد شباب ورجال مقاومة عدن بانتفاضة داخلية شعبية، وعربت الميليشيات مذعورة تاركة مزرعاتها بيد أبناء عدن، رغم ان الجيش كان لم يدخل اصلا بعد وكان على مشارف عدن وكان مجهز للدخول. بالنعمه التالي لفت تدخل طيران المعادي الاماراتي فانقذ ميليشيات السماء. فعدن هي مدينه المدنيه الاولى بجزيره العرب قبل ان تعرف اصلا دول الخليج ما هي المدنيه وما هي الدوله. بالنسبه للخدمات وحاله المدينه وسكانها، فعدن تعيش هجوم وغضب وقلق منذ الانقلاب الاماراتي الانتقالي قبل حوالي شهر. وسمعنا جميعا قيادات سياسيه واعلاميه تابعه للانتقالي تتبرأ من الان او بشكل وقت مبكر من ملف الخدمات والرواتب والكهرباء، وتطرق وتولول بشكل مبكر تناشد بكل وقاحه الحكومه ان تتولى هي خدمات الناس، تتولى هي انقاذ الشعب واحتياجاته. طبعا الناس في عدن متضررين من طرد الدوله، من هيمنه ميليشيات لا قانون لا محاسبه لا اخلاق تردعها عن انتهاكاتها اليوميه بحق الناس،
الخدمات متردية، الكهرباء في انهيار كبير، تجاهل الإمارات لأدواتها عن منحهم حتى دعم ومال لتقسيط ملف الخدمات، على الأقل يكسبوا الشعب. لكن عموما أزمة الوقود متصاعدة بكثير من محطات في عدن، انعدام لغاز الطبخ بكثير من محليات عدن، وطبعا لحق أبين الوضع الخدماتي طبعا أسوأ حالا من عدن، حيث خروج شبه كامل هناك من منظومة الكهرباء في لحق أبين، وحضرموت الوضع متردي خدماتيا بالمكلا، لاحظوا فقط بالمكلا حيث الهيمنة الإماراتية. طيب سيدة وسام، هنا نقطة مهمة، يعني ربما أكثر ما تحجج به الانتقالي منذ فترات في مسألة يعني مهاجمة الشرعية في عدن والمحافظات الجنوبية هو تردي الوضع الخدمي وأيضا عدم قبولهم بهذا الوضع في المحافظات الجنوبية. ما الذي تغير اليوم بعد الانقلاب؟ يعني هل ما زال الوضع على ما هو عليه في السابق، أم أنه ذهب إلى الأسوأ، أم ذهب إلى الأفضل؟ يعني كيف هو الوضع؟ والله حسب ما نشاهد عايشين في أسوأ، وهم كانوا من فساد الحكومة ومن تردي الخدمات. بعد الانقلاب الأخير في عدن لاحظنا أن الوضع أسوأ، وتم أصلاً تحت حتى مخططات وقود كهرباء شبوة وأبين على حساب عدن إلى عدن يعني. فهذا زاد الوضع. كانت الضغط موجودة، كانت كيف الأزمة يوم يومين تنتهي تحت الأحقاب، يوم يومين أسبوع تنتهي تحت أزمة وقود أسبوع تنتهي. لكن من بعد قد انتشرت الميليشيات على عدن الوضع صير أكثر وأسوأ. حين فتحنا أمس البنك المركزي بعدن وأكد خلال شهر 9 و10 فقط سيصرف رواتب للناس، ومن شهر أكتوبر 10 سيصرف هناك رواتب. الناس في حالة قلق وهجوم، خاصة تعرفوا أغلب عايشين على الرواتب، الناس في عدن معظمهم الأسر فاتحة بيت بالرواتب. لما البنك المركزي توها اللي ما فيش رواتب بعد شهر 10، طب فين دولة الإمارات؟ تنقذ ميليشياتها، طب تنقذ الدولة الغنية، لكن طيب سيدة وسام سأعود إليك لاحقا، لكن أتمنى أن يعني تبقي في مكان تكون فيها الشبكة بشكل أفضل مما هي عليه الآن. سأعود إليك لاحقا وأرحب بضيفي الآن من عدن الصحفي أحمد ماهر. سيد أحمد مساء الخير. مساء الخير أستاذ عليك وعلى كافة المشاهدين. أهلا بك سيد أحمد، يعني كيف تتابع الأوضاع اليومية في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الانتقالي؟ لن أزيد على ما قالته الأستاذة في بداية حوارها ولا في نهايته. وضع في عدن وضع مبدي للأسف الشديد، لا يوجد هناك خدمات ولا يوجد هناك مؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن، إما أن تكون هذه المؤسسات تابعة لميليشيات المجلس الانتقالي أو سوف يتم منعها من العمل في العاصمة المؤقتة، بل أنه أصبح المجلس الانتقالي حتى يأتي بمشرفين مثل المشرفين الحوثيين يسيطروا على هذه المؤسسات، أصبح المشرفين هم المتحكمين، ومن ضمنها أيضا مؤسسة 14 أكتوبر التي أصبحت الآن تعمل لصالح ميليشيات المجلس الانتقالي بعد أن تم هروب كثير من قيادتها في مجلس الإدارة وحتى المحررين أيضا. الأوضاع في عدن خطير، يعني لا يوجد أمن ولا يوجد جيش ولا يوجد مؤسسات، بل حتى المواطن أصبح متضرر من انقلاب المجلس الانتقالي لأنه هرموا حتى من الرواتب الشهرية. أكثر أبناء عدن الآن هم من أفراد الجيش وأفراد الأمن، وإلى حد الآن لا يوجد أي آلية صرف الرواتب، ولكن المواطنين في عدن يهتمون بالرواتب. الرواتب هي حياتهم، إذا لم يستلموا الرواتب كيف سوف يعيشون؟ أبناء عدن بسطاء، ليسوا تجار ولا يعتمدون على أعرابي، أبناء عدن يعتمدون على الراتب الشهري الذي يتقاضاه من الشرعية، والشرعية تم محاربتها من قبل المجلس الانتقالي، والمجلس الانتقالي إلى حد الآن لم يدعم الناس ولم يوفر الخدمات ولم حتى يأتي بسبل جديدة، حتى الكهرباء لم يستطع توفير مادة تأجل لها، برغم أنه يمتلك دعم كبير من الإمارات، لكن هؤلاء الدعم لم يستطع استثماره في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة في عدن. لا زالت العقلية القروية المسيطرة على قيادة المجلس الانتقالي تتحكم بهم من أيام ما كانوا في السلطة إلى حد الآن. نعم. طيب سيد أحمد، سيد أحمد، هل الانتقالي حتى الآن منذ يوم الانقلاب وحتى اليوم
هل حافظ على الوضع على ما كان عليه في السابق الذي كان أساسا يشكو منه بأن يعني هناك تقصير من قبل الشرعية والناس تحتاج إلى الخدمات يعني، وكان أحد الأسباب التي انطلق من خلالها لمهاجمة الشرعية هو الوضع الخدمي والأمني الذي يتحدث عنه اليوم؟ هل حافظ على نفس الوضع المتردي أصلا أم أنه الوضع يعني ذهب إلى ما هو أسوأ؟ بالنسبة للخدمات فهي الخدمات كما مثل ما دخل ميليشيات العودي صنعاء بحجة الخدمات، دخل أيضا ميليشيات المجلس الانتقالي عدن بحجة الخدمات. الوضع في عدن الآن، الوضع الأمني الذي كان سابقا قبل انقلاب المجلس الانتقالي كان بيد المجلس الانتقالي أصلا، كل قيادة المجلس الانتقالي كانوا منخرطين في السلطة، إن كانت في الإدارة المحلية أو في وزارة الدفاع وحتى في وزارة الداخلية، كثيرة من عدد الشلال كان يخضع المجلس الانتقالي، وحتى أبناء الهزام الأمني كانوا كلهم أضعوا المجلس الانتقالي. يعني كان المجلس الانتقالي مسيطر على الأرض، ولكن أراد المجلس الانتقالي أن يسيطر على الحكم وأن يصبح عدن ملكية خاصة بهم، وهذا الشيء الذي رفضه الناس. الوضع الخدمي الآن في عدن أسوأ مما كان عليه. الوضع في عدن في أيام الحكومة كان هناك وزراء في التخاطب معهم، هناك وكلاء، هناك مدراء مؤسسات، هناك شخصيات ممكن نتخاطب معهم، نوجد خدمات، نوجد بدائل. لكن الوضع الآن في عدن أصبح خطير، لا يوجد خدمات ولا يوجد وكلاء ولا يوجد أحد نتخاطب معهم باسم الدولة ونطالبهم بتصحيح الأوضاع الذي تحصل في عدن. نعم، إذن ابقى معي سيد أحمد. أعود لضيفتنا الناشطة وسام الصالحي. سيدة وسام، يعني من المسؤول اليوم أمام هذه الحالة التي يعيشها أبناء عدن حاليا؟ طبعا المسؤول بشكل كبير الذي نقض الانقلاب أصلا وعطل الدولة وعطل عمل الدولة منذ سنوات كاملة. نحن لا ننسى أن الدولة أصلا يعني كانت تتعرض للتعقيد وللتقويض من قبل الإمارات وميليشياتها، فهي بالتأكيد من يتحمل المسؤولية. الانقلاب ليس آخر شيء، ليس أوكي، بل تقولوا في الختام ختموها بالانقلاب، أنهم خمس سنوات هم مسيطرين على الأرض، هم مسيطرين على كل شيء. عدن الدولة كانت ما فيش وزير يقدر يتحرك إلا بإذن ضابط إماراتي، ما فيش مسؤول يقدر يتحرك إلا بالميليشيات اللي عبر إذنهم، فشيء طبيعي أن الخدمات الدنيا الفوضى تردع الفساد يزيد حين تكون القيادة السياسية قائبة عن المشهد، حين تمنع رئيس الدولة تمنعه أن ينزل على الأرض يشتغل يشرف على الحكم بما قيادته، فطبيعي أن الوضع يتردع، الفاسدين بينطلقوا لأنه ما فيش قيادة فوقهم تحاسبهم، وآخرها ختموها في انقلاب مباشر وطردوا ما بقي من وجود الدولة. طبعا من طردوا شهر كامل لم نرى المشكلة بديلة إلا عشان ينتفع لهم الناس، بغض النظر عن رفضنا للاحتلال الإماراتي من باب الكرامة لأنه الوطني، لكن فرض سن المشروع الذي يخطون الناس ويخطون بفكرتهم، ما فيش أي بديل. اللهم فض أسوأ شوف أن عدم يهوكين اقتحام المعارضين للناشطين للشباب للصحفيين حتى المدونين في الفيسبوك مطاردين، الوضع زاد سوءا. طيب سيدة وسام، يعني رسالة يعني باسم أبناء عدن الذين يعني يعانون في الداخل كما وصفتي، رسالة تودين قولها من خلال هذه الحلقة؟ والله طبعا احنا نتمنى ان الدولة ورسالة الموجهة بشكل اساسي للسعودية قاعدة التحالف انها هي تحملها مسؤولية كل ما يجري العدن منذ خمس سنوات، اغتيالات، تصفيات، سجون سرية، تردي خدمات، فرض الدولة، فرض رئيس الدولة، فرض الحكومة، تعطيل الدولة، هذا كله نحمله احنا كأبناء عدن، نحمله من السعود كقادة الاتحاد، وهي من سلمت ملف الجنوب كاملا تعبت فيه وتعيش فيه فساد وتعيش فيه تخريب، وبالتالي السعودية هي المسؤولة أمامنا عن كل الأوضاع المتردية وعن كل الدماء التي تسيل داخل عدن. اليوم عدن لا يصور اقتحامات للبيوت فوق الأسر فوق العائلات، الحزام للأسف الشديد يعني يكسب عداوة الناس، لا ندري لماذا تستفز الناس الحزام بهذه التصرفات، يزيدوا أعدائهم، لماذا يزيدوا كراهية أبناء عدن؟ أقام من ضمن القائد البوخري أمس الجميع كيف اقتحموه وهو وسط حي سكني بمنطقة دعشعب حي مزدحم، فضرب نار وسلاح خفيف ومتوسط أرعبوا العائلات، أرعبوا الناس، فوق الرجل وهو وسط أسرته، والكل يعلم أن البوخري محايد الحرب الأخيرة لم يشارك فيها، فلماذا يستفز الناس؟ لماذا لم يتركوا لهم صاحب ولا حبيب ولا يقنعوا الناس بمشروع مدني راقي غير الاغتيالات غير المداهمات غير الاقتحامات؟
وطبعا احنا نحمل السعوديه المسؤوليه الكامله. نعم، اذا وضحت الصوره. اشكرك جزيل الشكر السيده وسام الصالحي، ناشطه كنت معنا من عدن. اعود للصحفي احمد ماهر. يعني سيد احمد، من هو المسؤول اليوم امام يعني ما وصلت اليه الاوضاع في المحافظات الجنوبيه؟ المسؤول الاول او المسؤول المباشر الموجود لا هي الاماره. الامارات هي من قالت ما يسمى المجلس الاستقالي، الامارات هي من دعمتهم ماليا ودعمتهم بالسلاح ودعمتهم حتى اصبحوا الان يشارعوا الدوله، والامارات هي من خالفت اهداف التحالف وخلت بها، لان التحالف قام نقد عدم الشرعيه الذي نراه الان. ان الامارات تصنع انقلابا جديدا في العاصمه المؤقته عدن، وايضا لا نستثني ان نقول ان للسعوديه ايضا دورا من ما يحدث. الى حد الان السعوديه لم تدين قصف الجيش الوطني في محافظه ابين، الى حد الان السعوديه لم تعترض على اي عمل قامت به الامارات، وتجاهلت بيان فخامه الرئيس ووزير الخارجيه ووزير الداخليه ووزير الدفاع وحتى الحكومه. الكل ادان تصرفات الامارات، ولكن السعوديه الى حد الان تقول ان الامارات ليس لها دخل بما حدث في عدن، فمن اذا له دخل؟ يعني اساس المشكله الامارات التي دعمت هؤلاء وجعلت من هؤلاء قيادات وسلحتهم اكثر من تسليح الجيش الوطني الذي كان موجودا في عدن. في عدن كان الجيش لا يوجد لديه مشتقات نفطيه ولا يوجد لديه اسلحه ولا يوجد لديه، كان يعاني من نقص شديد في المعدات العسكريه، ولكن في الناحيه الاخرى كان الحزام الامني يمتلك المعدات العسكريه المتطوره، يمتلك السلاح، يمتلك الذخيره، والجيش لا يمتلك شيء. الامارات هي المسؤوله عن ما حدث في عدن. نحمل هذه المسؤوليه ونحملها الامارات على راس القائمه، لان هي من دعمته، هي من سلحته، هي من اشادت هذه الامارات. طيب سيد احمد، بالنسبه للناس وردود افعالهم ويعني تعاملهم مع الامر الواقع الذي فرض في العاصمه المؤقته و يعني أبين، يعني هل سيتأقلمون مع هذا الوضع أم أنه باعتقادك يعني سنشهد يعني احتجاج من قبل الناس وعدم قبولهم بوضعك هذا؟ الناس مشتاعة مما حدث في عدن، والناس غير قابلة أمنع في سياسة المجلس الاستقالي، ولكن الناس مغلوبة عن أمرها، ليس بيدهم شيء. إذا أحد طلع واعترض على ما حدث في عدن أو في أبين سوف يقولون عليه إصلاحي قاعدي داعشي، سوف يتم القبض عليه، سوف يتم تصفيته حتى إن كان له تأثير على الرأي العام. في هذا الوضع في عدن وأبين خطير. الوضع تحت سيطرة المجلس الانتقالي لا يوجد لديه قانون ولا عرف ولا حتى عرف قبلي يقود هذه الأعمال. هذا لا يستطيع أحد أن يعارضهم ولا يستطيع أحد أن يقول حتى لا، حتى بسبب هذا التواصل كل المنتقدين لهم في كل المنتقدين لسد المجلس الانتقالي غادروا عدن، إعلاميين وناشطين ومدراء مؤسسات إعلامية وحتى السياسيين، الكل فر من عدن، الكل هرب منها من بقصة المجلس الانتقالي. نعم، بالنسبة للجانب الأمني سيد يعني أحمد، كيف تراقبون الوضع الأمني لو أتينا بالحديث على الجانب الأمني بعيدا عن الجانب الخدمي؟ لا يوجد أمن في المحافظات الجنوبية وخاصة في عدن وفي أبين، لا يوجد أمن. للأسف الشديد الأمن تحت قيادة المجلس الانتقالي، كل يوم يهاجموا بيت قائد، وكل يوم يهاجموا بيت ناشط اجتماعي، وكل يوم يهاجموا بيت إعلامي. لم يبقى أحد في عدن محالف لهؤلاء، لأن هؤلاء أدواتهم ميليشيا، تصرفاتهم ليست تصرفات رجال دولة، ولا يتعاملوا مع المشهد بدقة وبحكمة. للأسف الشديد يتعاملوا بأسلوب الميليشيات، عندما تقتحم بيوت الإعلاميين والناشطين معارض للمجلس الانتقالي بحجة أنه معارض، فأنت تجعل الجميع ينطر منك، لأن السياسة التي متبعة بالقوة وتريد فرضها على الناس أجمع، هذا سوف يخلق لك جو من المعارضة الأكبر، حتى الناس سوف يستاءوا من أعمالك وتصرفاتك هذه الميليشياوية، إذا كانوا فعلا هم رجال دولة يسمحوا بالرأي والرأي الآخر، يسمحوا بالمعارضين أن يتحدثوا وأن ينتقدوا وأن يبدوا رأيهم. الجنوب ليس ملكا لهم، الجنوب هو يعبر عن 8 مليون جنوبي، لكن المجلس الانتقالي لا يعبر عن مديريتين فقط من ابناء الجنوب، صحيح لديهم السلاح لديهم الامكانيات العسكريه في الامارات، ولكن اذا حدث استفتاء ولا حتى ابناء الجنوب غير قابلين لهم، حتى مظاهراتهم التي يقرون فيها لا يتجاوز عددها ال 2000 او 3 او 4000 مواطن، لكن الجنوب هو 8 مليون مواطن. لا نعم. طيب سيد أحمد، أنت يعني كصحفي ومواطن من أبناء العاصمة المؤقتة عدن، ما الذي تود قوله للجهات المعنية والمسؤولين لما وصل إليه الحال
في العاصمة المؤقتة عدن، ما هي الرسالة التي تود قولها؟ نتمنى لفخامة رئيس الجمهورية وقيادة التحالف العربي تجنيب عدن الصراعات المناطقية الدموية، يكفي الناس التي ذهبوا لتربى هذه الصراعات، يكفي الدمار في عدن، يكفي الخوف الذي كان في بيوتهم ومنازلهم لعدة أيام وأسابيع، يكفي ما عانينا ب 2015، لا نريد أن يتكرر نفس المشهد، لا نريد أن يصبح العضو في عدن في سياسة انتقالية مناطقية، نريد أن تعود عدن مدنية سلمية، عدن مدينة الثقافة والسلام والحب والمحبة، عدن مدينة الفن والمسرح، نريد أن تعود عدن مثل ما كانت، لا نريد أن تتحول عدن إلى محافظة قبلية، لا نريد أن يتقدم الصراعات المناطقية فيها، نريد عدن تعود مثل ما كانت، هذا الذي نريد أن نقصد كمواطن عدن. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي أحمد ماهر، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وسينضم إلينا الآن المتحدث باسم المجلس الانتقالي السيد نزار هيثم. سيد نزار مساء الخير. مساء أنور، أهلا وسهلا أخوي. أهلا بك سيد نزار، يعني نتحدث اليوم عن الوضع الخدمي والوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن و المناطق الواقعة تحت سيطرة الانتقالي تحديدا، يعني بعد أن أصبحتم سلطة أمر واقع، ما هو تقييمكم للوضع الخدمي والوضع الأمني؟ أولا أنا أتحفظ على هذا المصطلح، في حقيقة الأمر نحن دائما نتكلم أننا مع سلطة الرئيس الشرعي هذه، ولكن نحن لدينا قضية واضحة مع حكومة تتمعن دائما بتعذيب المواطنين برداءة خدماتها، أولا 4 أعوام من الفشل المستمر وآخرها ما نشاهده اليوم في العاصمة الجنوبية عدن من محاولة لإخضاع الجنوبيين وبالأخص أبناء العاصمة عدن، من محاولة من قبل أطراف في الحكومة لمنع إيصال الوقود للمحطات الكهربائية. حول البائسة تدل على أن طيب يا سيد نزار، أنت بدأت حديثك بأنكم، ولكن هناك نعم، لكن دعنا نقف عند هذه النقطة، هنا نقطة مهمة في بداية الحديث، أنت أشرت إلى أنكم يعني تعملون تحت سلطة الرئيس هذه، وبالتالي يعني نحن كما نتابع منذ بداية الأحداث وحتى الآن الرئيس هذه يرفض كل الرفض لما قمتم به وأوصلتم به الحال في بعض المحافظات الجنوبية. من يرفض الامر دائما هو المجرم علي محسن الاحمر نائب رئيس هذه الذي يعمل مع الاصلاح بمحاوله الهيمنه والسيطره على الشرعيه ومحاوله فرض امر واقع على الجنوبيين مثل الحوثيين في 2015، وهذا الامر غير مقبول للجنوبيين. ابناء عدن وابناء الجنوب يرفضون اي تواجد لمنظومه الشمال واحزابها للحكم مره اخرى ضد الجنوبيين. نعم، طيب بالنسبة للوضع، الناس يعني كما سمعنا منهم يشكون من يعني وضع يذهب إلى الأسوأ، وأيضا مرتبات يعني كما يبدو أنها قد تواجههم يعني مشاكل خلال الأيام القادمة في جانب مصدر رزقهم الوحيد وهو المرتبات التي يحصلون عليها من الدولة، يعني كيف ستتعاملون مع الوضع القادم؟ اولا للتوضيح، البنك المركزي يعمل ولكن ينتظر اوامر من قبل هؤلاء الوزراء الذين يعملون تحت غطاء الشرعيه، ولكنهم يمنعون مثلا الرواتب وايصال ايضا البنح الخاصه بالوقود للكهرباء او سواء للمحطات العامه. نعم، نفهم منك ان جميع المؤسسات تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد اي تعطل لمصالح الدوله في المناطق التي سيطر عليها الانتقالي. نعم نعم، المجلس الانتقالي الجنوبي يعمل مع كل الشرفاء في كل المرافق الخدمية والاقتصادية للنهوض بالعاصمة الجنوبية عدن وبقية المحافظات الجنوبية، ولكن المحاولات البائسة من قبل بعض الوزراء للشرعية يحاولون أن يخضعوا الجنوبيين ويحاولوا أن يدلوهم بأن القرار لا زال بأيديهم، ويحاول أن يسيئوا لأول الرئيس هذا أنهم سيستمرون بإذعانهم بالظلم وإيقاف أي خدمات بمقابل أن يقف الآخرين معهم. نعم،
يعني أفهم منك أنت سيد نزار كمتحدث باسم المجلس الانتقالي أن ما أقدمتم عليه ليس يعني بداية لمشروع الانفصال الذي ينادي يعني الحراك الجنوبي منذ فترة بمسألة انفصال الجنوب واستعادة الدولة، ونادى في كثيرا المجلس الانتقالي. نفهم منك أن ما حدث هو يعني مطالبات لتصحيح الوضع في الشرعية وليس إعلانا للانفصال. سيدي العزيز، لا تحاول أن تفهم ما تريد. الجنوبيين لديهم قضية واضحة منذ ما بعد حرب 94 عندما اجتاحت قوى الشمال الجنوب. نعرف القضية جيدا، منطلقكم الأخير على أساس ماذا؟ هذه القضية سياسية وستحل سياسيا عبر مفاوضات يقودها مبعوث الأممي. طيب يا سيد نزار، المعلومات السابقة نعم، القضية من أساسها يعرفها الجميع، ولكن نحن نتساءل عن منطلقكم الأخير. من أي زاوية انطلقتم؟ هل من جانب استعادة الدولة الذي تنادون به سابقا، أم أنه فقط مطالب من أجل تصحيح الوضع داخل الشرعية؟ سيدي العزيز، عندما غزل الحوثيون عدن في 2015 الجنوبيين هم من سيطروا على ارضهم بالكامل وطهروها من ميليشيات الحوثيه وايضا الارهابيين الموالين للاخوان المسلمين. عندما هيئوا الاجواء للحكومه وللرئيس هادي ان يعود الى العاصمه عدن ليمارس مهامهم الخدميه وضاق الطيف تحت الخدميه، فشلوا في تاديه هذا الواجب الحكومه، بل بالعكس استعانت بمجاميع ارهابيه لتعيس الامر وتنشر الفوضى وتحاول ان تعمل يعني مشاريع احتلال للجنوبيين وايضا تفجيرات ضد الاجهزه الامنيه وايضا ضد التحالف العربي. هنا سوى الامر مساله الدفاع عن حياه الناس والامن المواطن واجبه على كل الجنوبي، ومثل ما واجهنا الحوثيين سنواجه ايضا الاله الاعلاميه والتحريريه لاخوان الشياطين. نعم، طيب سيد نزار، إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه حاليا ولم يعني أو فشلت كل الجهود في مسألة إيجاد حل لما آلت إليه الأمور، يعني كيف ستواجهون مطالب الناس في المناطق التي تسيطرون عليها؟ في حقيقة الأمر نحن لازلنا حتى الآن ملتزمين بالتهدئة، ومع أيضا رحبنا بالبيان الصادر من اللجنة المشتركة الإماراتية السعودية التي دعت الجميع إلى الحوار، ونحن ذهبنا إلى جدة الجلوس على طاولة الحوار. الكارثة الكبرى في الطرف الآخر الذي يتعنت ولديه انفصام ولديه أطراف إدائية ترفض نهائيا القبول بالحوار وترفض نهائيا الجلوس مع المجلس الانتقالي السعودي. نتمنى أن تتعقل تلك الأطراف وتجلس لكي يتم حلحلة الأمور. ما على الحكومة واجب تأدية الخدمات عليها أن تقوم به، فكل الإيرادات حاليا هي بأيدي الحكومة وهي ملزمة شرعا ان تدفع للناس رواتبهم وايضا ان تقدم الخدمات للمواطن. ما لم فهي تثبت للعالم انها هي السبب الرئيسي بما يحصل من فوضى وبما يحصل ايضا من محاوله ترهيب ضد المواطن. نعم، طيب يعني الناس يتهمكم سيد نزار بانكم طردتم الحكومة ويعني عرقلتم عملها، وبالتالي هناك يعني تدهور واضح في أمور كثيرة يعني باتت جلية وواضحة كما يتحدث أهالي العاصمة المؤقتة عدن اليوم. هل أنتم على استعداد لعودة الحكومة لمزاولة عملها من جديد، يعني بعيدا عن يعني الاستمرار في التصعيد أكثر؟ سيدي العزيز، من يحاول أن يجمل صورة الحكومة القبيحة فهو مثله قبيح. هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون أن يرموا التهم على المجلس الانتقالي هم أساسا عايشين في الخارج في الفنادق مثل الحكومة، هي حكومة صفة لا تعيش أساسا على أرض الواقع. ولكن هناك من الشرفاء من الجنوبيين الذين يعملون في هذه الحكومة يؤدون وظيفتهم الخدمية، لا زالوا يعملون ولكن لم يستعدوا القرار بسبب أن القرار لا زال بأيدي الوزراء الشماليين الذين يحاولون قدر الإمكان إثبات حقدهم وعدائهم ضد الجنوبيين منذ 94 وليس من الآن. ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نكون وسطيين في هذا الأمر ولا نحاول أن نضرب المواطنين معنا. القضية السياسية عليها أن تكون مجنبة حاليا باتجاه تقديم الخدمات، إذا فشلوا بتقديم الخدمات عليهم أن ينسحبوا من المهمة هذه ويتركون الآخرين المهمة. هناك أكفاء موجودين عليهم أن يقوموا بالواجب. نعم. ولكن أن يستمروا بالفشل ويستمروا بالنهب والسلب وفقط حصر المناصب باتجاه عائلاتهم فهذا الأمر مرفوض بكل تأكيد من كل الشرفاء.
وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم المجلس الانتقالي السيد نزار هيثم، شكرا جزيلا لك. وفي الختام أشكر جميع ضيوفي ولكم تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.